بالنسبة للمحطة، فالمحطة الطاكسيات فهذه تقريبا كان من قديم، كان عندنا واحد المحطة كيجيو لها واحد جوج الكيران من الدار البيضاء وشي ستة الطاكسيات ديول جديدة. هاد الطاكسيات هادو المحطة ديالهم بفعل عندنا السوق يعني الساكنه والاقتصاد وهذا ما بقاوش تمكنوا باش يولجوا لهذيك المحطه. ف احنا بصدد كنا برمجنا بواحد الجامعه برمجات واحد المبلغ مالي من اجل اصلاح المحطه الخاصه بالتاكسيات، ولكن ملي جا كوفيد رجعت لغا كل شيء. فهاد المجلس الحالي صراحه ما الميزانيه اللي كانت وفرت لنا واحد 200 وتقريبا 70 مليون ديال السنتيم، فكنا حطينا الاولويات الماء والكهرباء والدراسات واقتناء الوعاء العقاري الخاص بمحطه المعالجه في اطار مشروع تطهير السائل. ما فان ان شاء الله نحاولوا باش قريب العاجل تصلحوا لهم المحطه، مع العلم ان عندنا عليهم بعض المؤاخذات لانهم راه جوج ديال الطاكسيات ما كيأديوش الواجبات الخاصة بهم 540 درهم كل ثلاثة أشهر، كاينين ربعة اللي كيأديو الواجبات ديال الوقوف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.